الخبر تلقيته كي اي واحد تتلقى الوفاة ديال الاب ديالو، فالله يرحمه والله يوسع عليه. من هذا المنبر هذا تنبغي نشكر كاع الناس اللي اتصلوا بيا واللي ما استطعت باش نجاوب ولا في على يعني في تطبيق الواتساب ولا في الهاتف، حكم الكل تعرف على ان الواحد ما صعيب يجاوب كل شيء، فتنشكرهم ونقول لهم شكرا ويسمحوا لي الا ما جاوبتهمش. وهادشي اللي كاين. الاب ديالي كان عنده مرض ديال القلب والطونسيون والسكر، والحمد لله مولاه بغاه جات الاجل وفى الاجل ديالو. هادشي اللي كاين. الامس توفى، انا كنت في البرتغال فتلقيت الخبر وشديت الطياره ويلا التحقت يعني الصباح، والحمد لله استطعت باش ندفنه الصباح. دفنته في الرحمه مع مع 11 بعد دفنا. وراك لك في الاول راه شكرت، قلت لك تنشكر كل من اتصل بيا وشكون كل من صيفط لي رساله يعني مكتوبه، ما استطعتش باش نجاوبهم لا من اللاعبين لا من الجماهير لا من المسؤولين. يعني الحمد لله حب ديال الناس ويعني ما نقدرش نعبر على يعني طبيعه الحال بحكم ان الاب ديالي كان هو المرافق لي. والاب ديالي كان هو اللي مرافق لي طيلة يعني المشوار الكرة الحمد لله. ولله ما اخذ، الله سبحانه وتعالى بغاه في هذا الشهر المبارك، نتمنى له البغفرة والرحمة. اللهم امين الله يرحمه.